طيب خليني انا اخد معانا على التليفون استاذ سامح عاشور. الو، ايوه استاذ سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ. اهلا بيك يا استاذ سامح. اهلا بيك يا استاذ. ازاي حضرتك؟ اهلا بيك حبيبي. استاذ سامح، يمكن مهم عندنا ان احنا نسمع قراءتك او نفهم قراءتك للمشهد الانتخابي في الانتخابات الرئاسيه الاخيره. كيف قرأ الاستاذ سامح عاشور هذا المشهد؟ انا الحقيقه لي وجهه نظر قد تختلف قليلا عن الرؤى اللي موجوده، لكنها اكثر وضوحا، ان هذه الانتخابات بطعم الحشد الوطني لصالح الامن القومي المصري، مش بطابع انتخابي تصويتي. قد تكون المعركه الانتخابيه بحسابات الانتخابات محسومه، لكن الذي يحتاج الى حسم هو الموقف المصري الثابت الشعبي المؤيد للقيادة السياسية في مواجهة إسرائيل وفي مواجهة أطماعها وفي مواجهة محاولة تهجيرها للشعب الفلسطيني وفي مواجهة تصفية القضية الفلسطينية باستخدام كل الأدوات الدبلوماسية والعسكرية. الشعب المصري نزل الانتخابات دي علشان ينتخب الأمن الوطني المصري ويعلن أنه مصطف في هذا المكان وفي هذا الموقع. الدلالة الرئيسية في هذا الحشد مش تصويتي بس، لا، الدلالة هي انتخاب الأمن الوطني المصري وإعادة تجديد الثقة في القيادة الوطنية من أجل حماية أمننا في مواجهة إسرائيل، وأيضا إشارة للقائد إنه إحنا جاهزين للوقوف في هذه المعركة، مش هنفرط لا في فلسطين ولا في سيناء ولا في كرامتنا ولا في مقدساتنا. طيب دي قراءة برضو فعلا هي فعلا مختلفة وقراءة رائعة كما جرت العادة. طيب بتظن انه هذا المشهد يمكن احنا وصفناه انا وزملائي بانه احد عناوين الجمهورية الجديدة او هو عنوان واضح للجمهورية الجديدة، تشوف العنوان ده ازاي استاذ سامح؟ اشوفه انه الجمهورية الجديدة بتجري منذ سنوات، يعني عملية بنائها وتأسيسها شغال. العنوان الجديد للجمهورية الجديدة أنها جمهورية مواجهة وجمهورية صمود في مواجهة مخطط مرسوم أدركته القيادة المصرية بوعي شديد جدا في أنه مصر ممكن أن تكون أداة لطعن القضية الفلسطينية، وهذا قد حذف من قاموس السياسة في العلاقات بيننا وبين أي دولة أجنبية موجودة بتعامل أمريكا أو إسرائيل أو غيره. الأمر الآخر أنه لأول مرة الحقيقة إن الشعب المصري يشعر إنه قيادته بتتكلم بلا استحياء على الصلابة التي يجب أن تكون في مواجهة التطور الصهيوني. منذ سنوات ما سمعناش خطاب عنيف في مواجهة إسرائيل، ولا حاد ولا واضح ولا ثابت. كانت حسابات السياسة بتقول أصل أمريكا، أصل كان بديبت، اصل الاتفاقيات، اصل المصالح، اصل القضايا. لا، المره دي القضيه الوطنيه واخده بعد رائع ومؤيد من الشعب المصري. وانا يعني انا بقول ان 65% او 62% من الحضور دي قليله جدا على الشعب المصري، لكن ما كانش ممكن توصل لها الا بهذه القضيه وبهذا العنوان. وانا قلت في احد البرامج السابقه انه لو كان متاح، لا وده الجديد يا سيدي، لو كان متاح للأطفال أن تصوت في هذه المعركة الانتخابية لشهدت إقبال يتجاوز 100% من هذا الجيل. الجيل الجديد ده اللي طالع من تحت سن 18 سنة بيتكلم عن القضية الفلسطينية بأروع ما يكون الخطاب، يعني كأننا قاعدين ندرس له بقالنا 100 سنة يعني إيه القضية الفلسطينية وتفاصيلها، فهموها من 7 أكتوبر اللي فات لغاية النهاردة. صح، انا معاك 100%، و و و وفعلا مساله قراءتك للاجيال الجديده انا اراها فعلا في منتهى الدقه اذا يعني كان مسموح لي ان انا ابدي رايي في هذا الموضوع. اشكرك جدا جدا يا استاذ سامح، كل الشكر استاذ سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ المصري. يمكن دي بعض الصور لاستاذ سامح وهو يدلي بصوته داخل لجنته الانتخابيه.